لكم يدنا محمد من مواليد 1985 قاطن هنا في حيق الزير وطالب بالسكن ولا تيرام في الميزانيه السكنه ما ديناهاش والراهي العداله نايمه والحقره قائمه. انا نطالب رئيس الدائره بالتدخل والي ولايه الاغواط بالتدخل على هذه القائمه، راها فيها الحقره ورا حقنا، حق القصدير الجوه السوسيال ورا حق القصدير. اذا كان اليوم استقبلت رئيس المجلس الولائي قال لي ما بينكم ما بين الدائره فيها الحقره، استقبلت في نفس الوقت رئيس الديوان قال لي ما بينكم ما بين الدائره ثاني يحقرني، ما لقيتش اللي من نشكي. وراه فخمت رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يلزم يتدخل ويشوف هذه القضية كيفاه، مصير صابي كما هذا وين يروح؟ إذا كان عندي قطعة أرض عنده حق باش ينحني، إذا كان عندي قطعة أرض عنده حق باش ينحني. وراه العدالة، إذا كان تروح تستقبل ويقول لك ما بينك ما بين الدائرة والدائرة لاعب فيها رئيس دائرة وراه، وراه العدالة نايمة والحقرة قائمة، وراه الناس اللي تحاسب هذه السكنات. تحاسب حق القصدير، قصدير ذاته السوسيال فوق مش قادر يبني انا يروح يتشرد. هذه الزوجه تاعي جذنب الطفله، جذنب وليدي، قدوه يخرج ياكلوا كلاب يحبوا يخدم، ويناه بويا؟ هز داير يلقى علينا، احكم علينا، علاه؟ قدوه كلاب تاكلنا والفاع جاي يصير، جاي العقال تحس بينا، علاه انت عايش في البلاد وحنا عايشين في المديريه؟ خاف ربي فينا. هذا وش ذنبك الصبية يا خويا؟ وش ذنبها؟ حاب تبقى يحس بينا، شو يلقى علينا؟ ها هو الولاية رقمتنا ومش عارفة من عطاو السكنة، علاه؟ ها شفتو بالأطفال؟ ها قدوة يروحو دول اللي طلعو طلال يفتحنا وينهبونا؟ ها شنو قدوة يخدم؟ وين لي يعيش لي أولادي من الكلاب؟ نخرج نطيب وش ندير نقتل؟ حسوا بينا. رئيس الدائرة عطانا وعود، ولي ولاية الأغواط بعث لي شنو حصات هذه الديار والله إلا محصية من عند الولاية. إلا كان هذه النوامر هذه بايعينها للناس وداروا في بلايصها ناس أخرى عندهم حق، خلاص باعوها، قولوا إذا كان راه يبيع في الديار نشروا عليه. صحيح إذا كان يخلينا صابينا يروح ضحية، ما يروحش. إلا كان رئيس الجمهورية ساكت يلزم الوزراء يتحركوا ويشوفوا هذا المشكل. الوزراء لازم يتحركوا، على رئيس الدائرة يلعب يلعبوها حق اللي راه مديه السوسيال. هذا البيت، هذه الكوزينة، هو عشان هذه الكوزينة، هو عشان الحم محمر وانا عشان دجالة، علاه تنزل بينا هاك؟ يحس بينا هو عشاه دجاج محمر وحنا عشان دجالة، اش يظلوا يومين كاع ما شتوش ما يذوقوهاش كلها، يجيني زمان تسعة حلت عليه طلع لي لاطاسيو بسبتكم، قول له حس بينا علاه؟ طفلك الواحد 20 يطلع لها لاطاسيو من المديريه والهذا تاع دولتي ما حنتش فيا. تفضل الشيخ. هذه دار النوم الشيخ، معدله باسكو الضو ما كانش، معدله الضو ما كانش، لا ما لا تريسيتي لا غاز، الثلاثه المنشيرو فيها 10000 البتيه، الغاز ما كانش، التريسيتي ما كانش. اذا كان ماذا بينا من وزير السكن رئيس الجمهورية يتداخل يشوف هذه القضية، إذا كانت كاينة ناس ذات حق اللي يشوف هذه القضية على واش؟ إذا كانت راها بلاد عنصرية يعطينا حقنا. سبحان الله. حنا رانا دعينا المليونية هذه الحجم الغضب، حجم الغضب والحجم الغضب اللي رانا حاسين به، لأنه النظام والإدارة ما حركتهاش آلاف من الشباب، ما حركتهاش العشرات، ما حركتهاش القمع اللي تقمعنا، ما حركتهاش المتابعات القضائية في حق الشباب، عشرات الشباب، عدد كاين شباب هنا في ورق ليلة ما على بركبش، عدد الشباب المتابعين قضائيا لا يعد ولا يحصى، يكذب اللي يطيق يقول لك عندي أرقام حقيقية للشباب المتبوعين قضائيا وخاصة في ملف العمل. هذه حاجة، هذه مشكلة، هذا مشكل فينا احنا مش مشكل فيهم هم، هذا مشكل فينا احنا مش مشكل فيهم هم. أنا بغيت نقول كلمة، أنا نقول وصل مسألة، احنا عيطنا هذا اللي واش يقولوا له، وعيطنا القنوات، أنا عيطت له تاع النهار، هذا واقع، وكل إعلامي وضميره اللي حب ينقل الحقائق واللي حب يضخم واللي حب يقزم، كل واحد وخلفيته وكل واحد وضميره.
وحنا ما عندنا مشكله لا مع النهار لا مع الجور ولا مع الوتيبي. دبر راسهم يا اخويا. قالك هبط شويه. حنا اصحاب قضيه، اي وسيله اعلام نشوفوا فيها انها تكون منبر اعلامي ونقدروا نلحقوا صوتنا ونخدموا قضيتنا، حنا نستخدموا هذا المنبر الاعلامي. ما عندناش فرق بين هذا وهذا، اي قناه ولا اي واش يقولوا له منبر اعلامي يكون يمتاز بالمهنيه والمصداقيه رانا نهضروا فيه براسنا. اسمع، رانا عرضنا ناس، رانا عيطنا الناس، وراها جايه ناس ينفيتي منا ومنا. شوف كاين ناس صح، معظم الشباب عنده حساسيه من اصحاب السياسه ومن لي بارتي، وراه يقول خاطينا خاطيهم. حنا شوف اسمع، انا نكلمه، انا ما تصنفش انا بلي رانا افاس. هذه هي اللي تهمت، اللي راها الدور، وراه عندنا علاقات مع بعض الاحزاب. حنا ما عندنا علاقه مع التحزب، وحنا بالعكس الاحزاب هذه ما نعترفوش بها لانها ما عندهاش برامج حقيقيه للتكفل بالشباب ولا حنا شكل. ولهذا اي شخص يجي يا جماعه بلاله. يا ناس، الناس اللي راه جايه هذه سانفيتي هذه، رانا عرضنا ناس، ماناش خارجين غير على ملف التشغيل، رانا خارجين على اتهامات تاريخيه يتهم فيها النظام لنا. يتهمنا باللي رانا على اساس شبكات دعم واسناد للارهاب، يتهمنا باللي رانا شعب متمرد، يتهمنا باللي رانا شعب ارهابي. القضيه اكبر من ملف تشغيل وملف بطاله. احنا نخرجوا، المطلب الاول هو حق العيش بكرامه. يا جماعه
أهلا بكم على قناة المغاربية وإلى هذه الوصلة المستمرة والمباشرة حول وقائع مليونية الكرامة ورد الاعتبار كما أطلق عليها المنظمون في ورقلة والمظاهرات والاحتجاجات في الجنوب الجزائري الكبير.
وفي بداية نبدأ بجولة صحفية أو إطلالة على عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، فقد هيمن موضوع احتجاجات ورقلة والهزة التي لا تزال قسنطينة والجزائر تستشعر ارتداداتها على خلفية مقتل الطفلين إبراهيم وهارون رحمة الله عليهما على تغطيات الصحف الجزائرية على اختلاف ألوانها، وإن لم تغب بعض القضايا الأخرى عن المشهد العام. فالحادثة المريعة التي كما قلت والتي هزت عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة حظيت باهتمام يومية الشروق التي عنونت صفحتها الأولى بالإعدام هو الحل، وهو المطلب الذي نادى به المئات من المشيعين لجنازة الطفلين إبراهيم وهارون، وذلك بعد إلقاء القبض على متهمين في مقتل الطفلين رحمة الله عليهما. وتناولت الجريدة في إحدى صفحاتها الداخلية وتحديدا الصفحة الخامسة موضوع مظاهرة ورقلة أو مليونية الشباب البطالي في ورقلة كما أطلق عليها المنظمون، وهو تقرير عن ندوة نظمتها الجريدة حول احتجاجات الجنوب ومطالب شبابه، وسجلت خلالها انشقاقات في صفوف الداعين للمليونية بين من يريدها مسيرة ومن يريدها اعتصاما، وهو ما اعتبرته اليومية تراجعا فيما اعتبرت آخرون أن المبادرة مسيسة، وإلى جانب دعوة شيخ الطريق القادرية إلى ضبط النفس. يومية الخبر من جهتها سارت على خطى الشروق وتناول جنازة الطفلين المختطفين في قسنطينة، وقالت أعدموا قتلة إبراهيم وهارون المعذرة، وأشارت إلى أن الجنازة تحولت إلى مسيرات للمطالبة بالقصاص من الجناة، كما طلعتنا بعنوان آخر جاء فيه أن قوات الأمن التابعة للشرطة اعتقلت 150 معلم وأستاذ في الطورين الابتدائي والأساسي بالعاصمة الجزائر لا لذنب إلا لأنهم نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية وعلى رأسها الإدماج دون شرط أو قيد. ومن بين الأخبار الأخرى التي تصدرت الصفحة الأولى للخبر نذكر الجزائر تنام على بحر من الماء، وهو تصريح لوزير الموارد المائية حسين نسيب الذي أشار في معرض تصريحاته أن الجزائر فقيرة من حيث الكفاءات المنوط بها مهمة تنقية السدود من الأوحال، وبأن الجزائر ستستعين بخبرات أجنبية للقيام بذلك. وعنوان آخر هو خلاصة تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس يثني فيه على مواقف الجزائر من بعض قضايا التعاون المشترك، وقالت موقف الجزائر من أزمة مالي مثالي، كيف لا وقد فتحنا أجواءنا الجوية للطيران الحربي الفرنسي. الخبر أفردت صفحتها الثانية للتململ الحاصل في الجنوب الكبير، وقالت مسيرة ورقلة تحقق أهدافها قبل تنظيمها، ولاحظت أن مسيرة رابطات البطالين في الجنوب ستكون رمزية، وبأنه يصعب التكهن بعدد المستجيبين لها بعدما سارعت الحكومة لإطلاق عدد من التدابير والإجراءات تحت ضغط الشارع لامتصاص الغضب القادم من الجنوب. وقالت أيضا بأن السلال استنجد بأعضاء البرلمان والأعيان، وبأن أوامر أعطيت لتجنب الاحتكاك بالمحتجين وعدم استعمال العنف، كما أشارت إلى مزايدات بعض التشكيلات السياسية في الحكم وفي المعارضة لتسجيل حضورها ودفع الحرج عنها، وقالت أن الأفنان وتاج وحمص والأرسيدي يشهران البطاقة الحمراء، وبأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين طالب بإدماج المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عمل دائمة في ولايات الجنوب. وللعلم فقط الشباب البطال الذي تخيل الأمين العام للمركزية النقابية في الجزائر سيدي السعيد بأنه يتحدث باسمهم الأخير من طردوا سيدي السعيد من ولاية ورقلة متهمين إياه باستغلال قضيتهم وعدم تمثيلهم. البلاد جمعت على مستوى العناوين على الأقل فقط بين ما يحدث في الجنوب الكبير وفي قسنطينة، وقالت مليونية بين الضفرين لإعدام قتلة الأطفال، مشيرة إلى أن أحد المشتبه بهم اعترف بجريمته وبأن التحقيق معه. وفي القضية التي هزت عاصمة الشرق الجزائري والجزائر كلها متواصل،
وبحسب اليومية فإن أحداث الجنوب أربكت الحكومة التي تكون قد دخلت مجهوداتها لاحتواء الغليان الاجتماعي هناك مرحلتها الحاسمة، أو على الأقل مرحلة شد الأنفاس ووضع الأيدي على القلوب، إذ أشارت في عنوان بارز بقولها مسيرة عاصمة المحروقات تحبس الأنفاس الحكومة. وقالت البلاد بأن أوامرا أعطيت لولاة الجمهورية بتفعيل مخططات التدخل تحسبا لامتداد عدوى الاحتجاجات، ولاحظت تدفقا للمركبات الأمنية وعودة حالة الطوارئ للمدن الكبرى، فضلا عن تحقيقات معمقة حول مضمون وملابسات دعوات بالتظاهر عبر الفيسبوك ورسائل SMS. ورغلا غوتيان سون سوفل، أو ورغلا تحبس أنفاسها، كان هذا هو العنوان الأبرز ليومية ليبرتي، وهو كما ترون العنوان نفسه الذي خرجت به يومية البلاد. وسجل فريد عبد العديم كاتب المقال أن توتر واضحا كان يرتسم على محيا وجوه شباب ورغلا وأهاليها عشية المليونية، وأشار إلى مضاعفات شباب المدينة لجهودهم من أجل إنجاح المبادرة التاريخية التي سعت، تقول يومية ليبرتي، السلطات المحلية إلى آخر دقيقة إلى إقناع الشباب المصمم على العدول عنها. الوطن، أو صحيفة النخبة كما يطلق عليها في الجزائر، أفردت صفحات كاملة لواقعة قسنطينة مع الإشارة إلى واقعة ورغلا، ولو أن المساحة التي خصصتها الصحيفة لمظاهرة الكرامة ورد الاعتبار في الجنوب أقل من تلك المساحة التي خصصتها الصحيفة لقضية اختيار البابا الجديد في روما كما ترون في الصورة. وحتى كاريكاتير الجريدة تناول موضوع معاناة المعاقين في الجزائر في يومهم الوطني. اليوم من جهتها تناولت الجنازة المهيبة، تقول الجريدة، حضرها الآلاف من المواطنين، مبرزة أن قتلت هارون وإبراهيم رحمة الله عليهم، وقالت أن شباب الجنوب عازمون على مسيرتهم إلى غاية تنفيذ كافة مطالبهم. وأوردت الجريدة تقارير أخرى بالمناسبة عن الإجراءات التي اتخذت لضمان تنفيذ المخطط الاستعجالي الخاص بالجنوب، وقالت أن معالجة الأوضاع في الجنوب تستدعي الآليات تتلائم مع خصوصيات المنطقة. وهو نفس ما ذهبت إليه الجزائر نيوز التي نشرت حديثا في نفس الاتجاه لكاتب الدولة للتخطيط والاستشراف بشير مصيطفة، والذي أكد فيه أن الحلول الاستعجالية التي اعتمدتها الحكومة لنزع فتيل الاحتجاجات المطالبة بالشغل في الجنوب تستدعي إجراءات مرافقة للحد من التضخم، وبأن البطالة مشكلة هيكلية تدخل في صلب الاقتصاد وليست مشكلة عامة أو عارضة لأنها من التوازن بين العرض والطلب. وقال أيضا أن قضية تشغيل شباب الجنوب ستظل موضوعا وهدفا لإجراءات حالية ومستقبلية لأنها ليست مشكلة حديثة. La marche qui fait peur à l'Algérie، أو المسيرة التي تخيف الجزائر، كان هذا العنوان الأبرز لصحيفة الإكسبرسيون. وتقول كاتبته نادية بن أكلي أن معاناة شباب الجنوب مع المآسي والتهميش دفع بهؤلاء إلى الصعود إلى الواجهة وتنظيم مسيرة اليوم ليقولوا باستا باللغة الإيطالية، أو كفى للحجرة ولفت انتباه الحكومة لأوضاعهم. وبدأت موضوعها بالإشارة إلى القلق الكبير الذي يساور الشمال من غضب الجنوب، وبأن كل الأنظار متوجهة نحو ورغلا والمنطقة التي تصفها الكاتبة برئة الاقتصاد الجزائري. وفي موضوع آخر بقلب مبعوث الجريدة إلى ورغلا وليد أيد سعيد، لاحظ الأخير هدوءا يسود المدينة الثائرة قبل ساعات من المسيرة، وسجل فيه أن البطالة تمس النساء أيضا، وبأنهن ستخرجن للتظاهر دفاعا عن حقوقهن.
لا نوفال ريبوبليك أولت اهتماما خاصا لتصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، ونشرت صورة من الحجم الكبير لقوات التدخل التابعة للشرطة في حالة استعداد على مستوى حزم وصرامة تصريح وزير الداخلية، والذي عنونت الجريدة به صفحتها الأولى عندما قالت: أمن الجزائر خط أحمر لا يجب تجاوزه. وأشارت اليومية أن ولد قابلية كان يتحدث من الرياض، حيث شارك في أشغال الدورة 30 لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبأنه كان يشير للإرهاب والجريمة المنظمة اللذان يشكلان حسبه خطرا على البشرية جمعاء ويستدعيان مكافحة جماعية. كما أوردت موضوعا آخرا ذا صلة كشف فيه فضيل زيدي وهو المدير العام للشغل والإدماج في وزارة العمل أن من أصل 4000 منصب عمل تم منحه وبطريقة غير قانونية في العام 2012 في الولايات النفطية الجنوبية كالأغواط وإيليزي وورقلة، فإن 97% منهم ينحدرون من ولايات أخرى غير ولايات التوظيف، وبأن عقوبات تم اتخاذها ضد المتجاوزين. نأخذ فاصل ونعود لهذه الوصلة المتواصلة والمباشرة حول مجريات الأحداث في الجنوب الجزائري. أهلا بكم، وبعد هذه الإطلالة على أهم العناوين الصحفية حول أهم الأحداث التي جرت خلال 24 ساعة الماضية في الجزائر، نعود إلى هذه الوصلة المباشرة المباشرة للأحداث في الجنوب الجزائري. ومعنا عبر الهاتف رشيد عوين، قيادي في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين. سيد عوين، اهلا وسهلا. اهلا بك سيد عوين. ابدا معك سيد عوين باخر المسجدات، اذا كان ممكن توافينا باخر مسجدات على مستوى التنظيم ان امكن. سيد عوين، نعم، إذا كان ممكن سيد عوين أبدأ معك لنبدأ الحديث، إذا كان ممكن البدء بآخر مسجدات على الأرض من حيث التنظيم، من حيث الشعارات التي رفعت خلال المظاهرة إذا أمكن، كم هو عدد المشاركين إن أمكن إذا وصلتم إلى اليوم صباحا على الساعة 7 صباحا اتجهنا نحو ساحة البلدية وكما سميت ساحة التحرير اليوم،
اتجهنا احنا كلجنه وطنيه منظمه لهذه الوقفه باعطاء المهام لكل المشرفين كل المنظمين الذين كلفنا لهم مهمه التنظيم على مستوى ساحه الساحه. الحمد لله كما كنا نرى تداعيات هذه الوقفه وما كلما وحسن وحرصنا كان على حضاريه وسلميه الوقفه والله الحمد سلميه الوقفه تحققت وكانت وقفتنا قد وصلت الرساله باتم معنى الكلمه وعكست حقيقه وعي وحضاره اللجنه وشباب المنضوين للجنه الوطنيه للدفاع عن حقوق البطاليه. اخ عوين، هل الاحتجاج لا يزال متواصلا اللحظه يعني حيث نتحدث؟ نحن بصفه رسميه انهينا الوقفه، لكن هناك العديد من الشباب البطال والذين ما زالوا الى حد الان في الساحه. كنت قرات لك امس تصريحا صحفيا جاء فيه انكم سوف تتقدمون بلائحه مطالب الى السلطات المحليه، هل كان فيه لائحه مطالب وهل كان فيه اي اتصال مع السلطات المحليه انكم امكن؟ نعم، هناك اتصالات المطالب، هناك لائحه مطالب وراسها ملف التشغيل في الدرجه الاولى. وهذه الوقفه اتت اكلها كما يقولون قبل وصولنا الى 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 تاريخ الوقفه، وهذا عن طريق من خلال المراسيم التنفيذيه والقرارات التي امضاها الوزير الاول. لكن نحن اليوم خرجنا لنقف ونوضح الصورة الحقيقية ونكمل كل الاتهامات التي يتهموننا بأننا جوهريين وعنصريين أو أكثر من ذلك انفصاليين، ونكمل كل الاتهامات وطريقة التضامن والتكافل التي كانت بيننا في هذه الوقفة من تعاون وتكافل في حتى تجميع مستحقات اللافتات ومستحقات بطاقات المنظمين ومستحقات كراء مكبرات الصوت عن طريق من 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 عن طريق تجميع التعاون من جميع كل البطالين. كما خرجنا نفند كل الاتهامات التي تهمنا باننا اننا ننتمي الى حركات وجمعيات ورابطات نظمت الحدث في تونس ومصر وليبيا. اليوم خرجنا نطالب بالعمل وبمناصب عمل قاره لاسترجاع الكرامه، كما اننا مددنا بالسياسه التي تتعامل مع الحكومه فيما يخص البطالين الذين يخرجون بين الفينه والاخرى الى الشارع للتعبير عن سخطهم من مدى تذمرهم من فزاعه البطاله. مددنا بالسياسه التي تتابع البطالين حيث اصبح البطال اليوم بين مطرقه البيروقراطيه والمحاذاه والتهميش من طرف وكاله الاجنبيه واستخدام قوات الامن والمتابعات القضائيه من طرف العداله في مختلف المتابعات، لا لشيء انهم يخرجون بطريقه سلميه للشارع يعبرون عن سخطهم من الاوضاع التي يعيشونها. لكن الشيء الذي لاحظناه ان هناك حمله اعلاميه شرسه أثاروها ضدنا، وهذا في تصديق ولتفريق مطالب الشعب الواحد. الشعب الجزائري مطلبه واحد فيما يخص التشغيل، لا فرق بين شمالي وجنوبي وشرقي غربي، كان الهدف منهم انهم يقزموننا وينظروننا بنظر الكاوية والعنصرية، لكن الحمد لله ردة الفعل الإيجابية من طرف كل الشباب والمنظمات وحتى الأحزاب المعتمدة وغير المعتمدة التي حضرت الوقفة لتتضمن وتساند مطالبنا. سيد عوين، أريد أن أسألك عن
عن تعاطي القوات الأمن التي أطرت المظاهرة، كيف كان؟ كيف كان كذلك تجاوب المحتجين في الميدان؟ لا أكثر، حيث نسند كل الذين قالوا أننا تحت وساية أي حزب ما أو أي تنظيم. نحن نقول أننا نثمن كل المجهودات وكل البيانات التي أصدرت التنظيمات للمجتمع المدني وكل الرابطات التنظيمات الحقوقية وحتى الأحزاب السياسية التي ساندتنا في مطالبنا المشروعة. هذا لا يعني أننا تحت وساية أو أن نظامنا محتكر وأن هناك أشخاص انتهازيين ينتهزوا نظامنا. نحن مستقلين كل الاستقلالية، لكن نعرف أننا حتمية التضامن والتكافل ما بين كل التنظيمات وكل أصحاب الحقوق المهضومة لاسترجاع حقوقهم أكيدة وأكيدة جدا. سيد عوين، أريد أن أسألك عن حادثة طرد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد بالأمس، إذا كان تعطينا خلفية عن هذا الطرد وأسبابه إذا كان ممكن. هناك العديد من الشباب البطال الذين خرج لهم الحكومة لامتصاص الغضب وزر المحرمات العيون، استعملت كل الوسائل الترهيبية والترهيبية للوقوف أمام طريقنا للوقف، وكذلك لتقسيم الشارع الى نصفين او ثلاثه، حيث تدخل الامين العام المركزيه النقابيه لامتصاص الغضب، حيث واجهه الشباب البطال بانه ليست له اي صلاحيه او وصايه على هذه الشريحه او وصيه غير على القطاعات الشغيله في رشيد عوين قيادي في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، أشكرك. ومعنا السيدة عائشة زيتوني وهي متواجدة بعين المكان بورقلة. السيدة زيتوني. نعم أخي أبو قاسم، السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا كان ممكن توافينا بآخر المستجدات ذات الميدانية، بما أنكم متواجدة يعني بعين المكان، كيف هي الأجواء هنا؟ كيف كانت المشاركة؟ كيف كان تعامل قوات الأمن التي أطرت المظاهرة؟ والله تقدر تقول أخي بقاسم قوات الأمن لم تكن موجودة أصلا. لم تؤطر، إنما الشباب أطر نفسه. قوات الأمن لم تتدخل نهائيا، يعني حتى لما تشوف يعني يدوب لهم طرواكات فوقهم دبتي فوقهم جارجين يعني خارجين شوية بعيد على المكان. قوات الأمن اليوم تسرح في الطريق، ما لبنهاش بالمواطنين. الشعب هو اللي أطر نفسه، الشباب هو اللي نظم نفسه. يعني والله أول مرة يعني الشباب اليوم رفع راية التحدي. هذا الشباب اليوم المليونية اليوم في ورقلة هي رسالة للعالم بأسره ورسالة للنظام الجزائري على أننا شباب ندعو دائما للسلم. احنا سلميين، مناش انت عنف، مناش انت اللي كانت من أبرز شعاراتهم، يعني حتى أن الشمال والجنوب جزائر واحدة واحد ما يفرقنا. عائشة هل تظنين أن يعني أخي بالقسم نعم عائشة هل تظنين أن المظاهرة ككل، يعني الجمع الذي خرج اليوم، رد على كل الذين كانوا يقولون أن المظاهرة مسيسة وبأنها تدعو إلى الانفصال، وبأنها هل بخروج هذه الجماهير اليوم ردت وبشكل قاطع على أن الشعب على أنها لا تدعو للانفصال ولا لأي مطالب سياسية، وإنما مطالبها اجتماعية بحثة هي العمل والعيش الكريم؟ راح نجاوبك اخي بالقاسم، يعني بدليل اليوم الشعار لم يكن شعار الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد اسقاط البطاله. نعم هذا اهم شعار، يعني على انه مراهيش ما كانتش مليونيه مسيسه او عندها علاقات بالسياسه، وانما هي مطالب اجتماعيه مشروعه من حق كل شاب جزائري. يعني حتى سبحان الله حتى في الدستور الجزائري يقول لك لكل شاب لكل شخص جزائري، كل مواطن جزائري الحق في السكن، يعني منصب عمل دائم وسكن لائق. لما هذا الشاب يعني او الشخص يعني انسان يكبر في دار جده، يعيش في دار جده، يزيد يلقى روحه بدون عمل وفي دار جده اللي سكنه عمل، وش تستنى منه؟
أخت عائشة، كيف هو يعني الإحساس اليوم؟ اليوم المليونية كانت ردا على أنهم يعني حتى لما بدأت تفض الحالة يعني قالوا لهم يا جماعة خلصنا بلغنا الرسالة نتاعنا، وكانوا رددوا المرة الجاية إن لم تلبى المطالب مليونيتين مش مليونية واحدة. أخت عائشة مليونية المرة الثانية مليونيتين. أخت عائشة، رشيد عوين القيادي وأحد منظمي هذه المظاهرة كان قد ذكر أن قبلك أن هذا الاحتجاج حقق أهدافه، وهي النجاح في توصيل مطالب شباب الجنوب والشباب الجزائر عامة إلى المسؤولين ميدانيا في أوساط المحتجين والمحتجين. بدليل أن بعض المسؤولين باتوا للتفاوض معهم، ولكن هم لا يريدون مجرد شعارات أو مجرد كلام، إنما يريدون فعل على أرض الواقع. أخت عائشة، ما هي الفئات العمرية؟ ما هي الفئات العمرية أو حتى الغالب في المحتجين؟ هل هم الشباب النساء؟ لأنه ذكرت في الصحافة الجزائرية كان هناك جريدة واحدة فقط كانت أشارت إلى خروج النساء كذلك في هذه المظاهرة لمطالبة بحقوقهن. هل كانت مشاركة نسوية مثلا على جانب كبير بالنسبة للاحتجاج؟ أنا أول مرة يعني بعد أمهات المفقودين يطالبوا بأولادهم، أول مرة أشوف نساء جزائريات بالشبات جزائريات يطالبن بحقهم في العمل. الشيء اللي نحطه في ورقنا أنه وعي نسوي لم ألمحه بعد في العاصمة. يعني شفت نساء متضامنين، نساء واقفين. أنا اللي جنبي العنصر نسوي، يعني كان واقف جنب إلى جنب، وما كنتش ولاية أنك تأطر مرأة أو أنك تقول لمرأة خرجي طلبي بحقوقك في ولاية جنوبية مثل ولاية ورقلة، هذا الشيء صعب. في العاصمة وما تخرج غير لك الحق، يعني الحق الضر يعظم. احنا نعرفوا ان الاماكن بالولايات النائية صعب على تقبل من حتى يعني من ناحية العادات والتقاليد. المرأة لما تخرج طالب حقها ولا تمارس سياسة ولا تمارس نشاط ولا في جمعية ولا مرفوض، هذا الشيء مرفوض. ولكن اليوم تغيرت الامور، اليوم يعني نشوف ان المرأة مصرة على أن يعني تسمع صوتها للعالم، مش الرجال فقط أو الشباب فقط، لأنه مش مثلا يشغل غير الرجال، يعني النساء والرجال. وهذا دليل على أنه ده كانت من هذه مقولة أنه العمل فقط من حصة النساء. يعني أخت عائشة، يعني بخروج أخت عائشة بخروج نساء الجنوب وحتى الشمال ربما المشاركات في هذه التظاهرة اليوم وبهذا الجمع الغفير، أثبتت أنها ليست أقل وعيا أو احتجاجا أو على مطالبها بالنسبة لأخيها الرجل، أليس كذلك؟ لا، يعني أنا نشوف أنهم الوعي أراه متعادل بين كلا يعني كلا الجنسين سواء المرأة أم الرجل. اليوم الوعي وعي الشباب الجزائري زاد زاد، يعني لما نشوفوا شباب جزائري يدير لك مليونية ويأطر نفسه بنفسه بدون أي تدخل بدون أي شيء، ويوصل مطالبه ويوصل الشيء اللي راه حاب يتكلمه، ومن بعد حتى يعني لما يتفرق يتفرق بطريقة حضارية حضارية جدا. عائشة زيتوني المعدرة حقوقية وناشطة من ولاية ورقلة، شكرا إليك. ومعنا الكاتب والإعلامي فيصل مطاوي من الجزائر. أستاذ مطاوي، مساء الخير. مرحبا. مساء الخير فيصل. فيصل، إذا كان ممكن تعطينا يعني كان رشيد عوين وهو قيادي أحد منظمي التظاهرة في ورقلة وكذلك الناشطة زيتوني كان قد ذكر أن المظاهرة نجحت، هل تعتبر أن كصحفي كيف تراها؟ أنا أعتقد أن المظاهرة نجحت لأن شباب الجنوب وصلوا يعني مطالبهم إلى كافة الوطن وإلى خارج الوطن كذلك، لأن هناك حتى متابعة من قبل الإعلام العالمي لتظاهرة الجنوب. الشباب يعني أعطى درسا
في الحضارة وفي التمدن بأن اجتمعوا وطالبوا بحقوقهم الاجتماعية بالحقوق الاقتصادية. قال أنهم هدفهم ليس ضرب الوحدة الوطنية مثل ما ادعت الحكومة وبعض الصحافة المقربة منها، وقالوا أنهم يريدون الحلول الآن ويقصدون الحلول الترقائية والمسكنات، وأن النضال سيستمر كما قالوا حتى أن نعمل البطال في الجنوب. أعتقد أن المسيرة رغم كل الاتهامات التي سمعناها قبلها يعني المخطط الأجنبي والأيادي الأجنبية وغيرها قد نجحت بالفعل، والشباب يعني بلغ الرسالة بصفة كاملة. أستاذ فيصل، المظاهرة أو مليونية الكرامة ورد الاعتبار كما سموها المنظمون اتهمت بجميع الاتهم، بالانفصال، بمحاولة شق الصف الجزائري، بالتسييس. كيف تراها أنت أو كيف تراها الأسرة الإعلامية في الجزائر؟ الإعلام المقرب من السلطة يعني شن حملة شعواء ضد الشباب واتهمهم بأشياء كثيرة، حتى أنه اتهمهم أنهم يتبعون مخطط أجنبي قالوا أنهم ذهبوا إلى جنيف وأن أمريكا تحرك والربيع العربي. يعني النظام دائما يخشى من مثل هذه التظاهرات التي لا يوجد فيها أي حزب أو أي تيار، وبالتالي فيحاول أن يتهم الناس حتى يفصلها عن المجتمع. الحكومة بعثت بكل كافة الوسائل، بعثت بالبرلمانيين المقربين منها، بالنقابين، حتى سيدي سعيد هذا رئيس أو زعيم اتحاد العمال الجزائريين الذي يمثل إلى نفسه ذهب إلى ورقلة واستعملوا ما يسمونهم بالأعيان، كل الوسائل لمنع الشباب المطالبة بحقوقهم، لأن السلطة دائما تريد إفراغ الفكر السياسي من المجتمع وترفض أي تظاهرة سنية تطالب بحقوق اجتماعية وسياسية في البلاد. أستاذ فيصل، لابد أنك شاهدت تغطية القنوات الخاصة لمظاهرة الجنوب، ما هي قراءتك لهذه التغطية؟ نعم، كانت تغطية مشحفة، يعني بعض القنوات لم نرى سيد طاهر بن عباس وهو الناطق باسم تنسيقية الجمعية التي تدافع عن حقوق البطانية في هذه القنوات، لم نسمع السيد ياسين زايد وهو نقابي معروف وحقوقي معروف، يعني لماذا لم تطع لهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم لإيصال رسائلهم إلى الشباب البطال، إلى الشباب الذي يطالب بحقوقه؟ لماذا كانت هناك اتهامات وكانت هناك يعني أشياء غير مرفوضة تماما بأنهم وصفوا، حتى أنهم وصفوا بأنهم يريدون الانفصال، واليوم رفعوا شباب ورقلة رفع شعارات كبيرة يقولون الوحدة الوطنية خط أحمر. كانت هناك مسيرة أخرى بحسب معالمنا في المدن الأخرى في غردايا وفي تمن راست، وهناك تحديد مسيرة أخرى في الجلسة، وبالتالي فالنظام يعني السلمي للشباب مستمر رغم الأقاويل ورغم الكلام الكاذب. أستاذ فيصل، ما هو قراءتك أو تعليقك على التأخر الذي شهدته الحكومة التي دعت الأمور تتعفن إلى غاية الدقيقة الأخيرة قبل أن تخرج يعني أضرفة مالية للسكن والشغل وتعبيد الطرق وما إلى ذلك؟ لماذا نكتفي بردة الفعل في آخر لحظة إلى أن تتعفن الأمور ولا نبادر منذ البدء بفتح حوار مع المحتجين؟ نعم، هذا ما يسمى يسمونه الجزائر بلا بون غوفرنونس، هذا الحكم الراشد يتصرف هكذا في الجزائر. تعرف سيدي ان السيد عبد الملك سبان الوزير الاول يتنقل هذا السفير للبشار، والكل كان ينتظر انه يذهب الى برجله، يعني عندما يكون المشكل في المدينه فهم ينتقلون الى ذلك الى تلك المدينه وينتقلون الى مكان اخرى. الحكومه تعترف بصفه ضمنيه وحتى مباشره بانها تقاعست مع الجنوب، همشت الجنوب، لم تعطيه المشاريع. لماذا الحكومه تنتظر دائما عندما تقوم لك تظاهرات قبل ايام وتاتي بحلول ترقائيه ترفع تعطي الاوامر للشركات البتروليه وتعطي الاوامر للوكاله التشغيل؟ يعني هذا هو التسهيل في الجزائر، عندما يكون هناك مشاكل حقيقيه ويكون هناك ضغط اجتماعي يعني يسارعون لحل ايجاد الحلول، عندما يكون هناك ما يسمى بالسلم الاجتماعي او الهدوء لا يفعلون اي شيء، وبالتالي فعلى المجتمع ان يحصل درس ورقله، المجتمع السلمي، المجتمع السياسي في الجزائر، وان يواصل المطالب بحقوقه، لان الموارد البتروليه كبيره، واليوم سمعنا مختلف الاسامي صندوق النقد الدولي تشكر الجزائر وتشكر ما اعطاها الاموال 5 مليار دولار وتقول الاقتصاد يسير في خطى ثابته، يعني فلنستثمر هذه الثروه الكبيره ونذهب نحو تنميه حقيقيه لكافه مناطق الجزائر وليس فقط الجنوب. أستاذ فيصل، غدا يعني الجرائد الجزائرية محتجبة، يعني فيه جريدتين فقط أظن أنها سوف تخرجان، ولكن نعم في انتظار، يعني في انتظار ربما يوم السبت، ولكن ألا تعتقد أن نجاح هذه المبادرة، هذه المظاهرة في الجنوب الجزائري، احتجاجات الشغل ونجاحها كما قلت في البدء وحتى المنظمون،
لا تعتقد انها تفتح الباب امام متظاهرين اخرين في اماكن في قطاعات اخرى لكي تنادي بحقوقها ايضا، الطب، المدرسه، اليس كذلك؟ نعم، هو هذا ما تخشاه السلطه، هذا ما تخشاه الحكومه، يعني ان يصبح هذه المطالب الاجتماعيه ربما تتحول الى مطالب سياسيه بالتغيير الحقيقي في البلاد، وتتحول كذلك الى اطياف اخرى من المشروع. الناس الان ستشجع بعض الشيء لما قام به الشباب في ورقل يدين السلطه، تصرفت بشكل هادئ مع هؤلاء، لم نسمع قمع ولم نسمع ضرب او اي شيء من هذا القبيل، كان السلطه خافت، يعني تحاشت ان تدخل في صراع مباشر مع البطلين الذين تظاهروا في ورقلة. اعتقد ان بالفعل هناك قطاعات اخرى تطالب بحقوقها بصفه بهذه الصفه، لان في الصفه السلميه الهادئه الحضاريه هي التي توصل النتيجه وهي التي تصل الى الحل، لان السلطه دائما تتعامل بسرعه عندما يكون هناك العنف او شيء من هذا القبيل، وبالتالي فالسلطه ربما ستغير من طريقه تعاملها مع المجتمع الذي لا زال يطالب بحقوقه، الحقوق السياسيه والحقوق الاجتماعيه. الأستاذ فيصل مطاوي الصحفي والكاتب من الجزائر، أشكرك. هذه التغطية متواصلة لمظاهرة الكرامة ورد الاعتبار في الجنوب الجزائري الكبير، ولكن بعد الفاصل. خلاص